السلام عليكم. توفيق الطيراوي بيحكي انه في كتاب اسمه كلمة سر لهيلاري كلينتون بمثابة مذكرات إلها، مع انه ما في كتاب بهالاسم، وبيحكي انه كان هناك مخطط امريكي اخواني لإقامة دولة اسلامية في منطقة سيناء في مصر وبحماية الاحتلال، وكل هذا من اجل وقد القضية الفلسطينية اللي هم حامينها طبعا، عوضا عن حديثه عن البحرية المصرية اللي باغتت الاسطول الامريكي وتم افشال المخطط. بدي اقول لكم مشكلتنا احنا كقيادة وكبوادر وكعناصر لا نقرا الا القليل القليل بتقراوا. اقراوا ماذا قالت هيلاري كلينتون. الشيء الوحيد اللي صدقت فيه هو انه الكثير ما بيقرأ، ويبدو عشان هيك كانت روايتك الخيالية لمتلقين مش بس ما بيقرأوا لو سميعها كمان. انا مش عارف شعبنا شو عامل بحياته لحتى ربنا بالينا بمسؤولين اعلى من قدرتنا على الادراك. حكم علينا. في كتاب اسمه كلمة سر، قالت اتفقنا نحن والاخوان المسلمون إعلان دولة إسلامية في مصر يوم 5/7، وحركنا الأسطول الأمريكي وفوجئنا بغواصات مصرية فسحبنا أسطولنا، وكنا متفقين مع الإخوان المسلمين على تقسيم مصر وإعطاء سيناء إلى الإخوان المسلمين وجزء آخر إلى إسرائيل لحماية الدولة التي سيقيمها الإخوان المسلمين في سيناء. هل تعرفوا ما معنى هذا الكلام؟ هذا إنهاء القضية الفلسطينية. يسعد لي حسه الإخراجي، ولكن يسعد لي حسه الإخراجي سيناريست محنك موعود، حاجة ذم جمهورك، حاجة ما بيقرأ وفكره محدود. يعجبني خيالك يا زين، عامل حبكي يخزي العين، انت مكانك بفلسطين ودولي يا على بوليوود. أول شغلة، ما في كتاب الهيلاري كلينتون اسمه كلمة سر، ارحمنا. ولا مفكر كل من سمعك ما بيقرأ مغيب؟ اتأنى. توفيق وخانوا التوفيق، هتشي قابل للتصديق ولا تعودتوا التلفيق؟ لا والله وباذل مجهود. بعدين تعال تعال هون، غواصة وجند وبحرية وتفكيك مخطط أمريكي. أوب 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 أوب. طب مين مغذيكو يعني؟ مش دايتون برضو الأمريكي؟ ما أقنعني الأوفر تبعك، ما أقنعني الأوفر تبعك، ويمكن ما أقنع من تبعك كل طل بتتحفنا ببدعك، لولا العيب لطمت خدود. نصيحة، قبل ما تخطب وتطلع تطحش سمع نصك للي بقربك، بس بتجيب مغفل أطرش لو ما ضحكوا امشي بدربك. شعبي مو ناقص خيالات ولا ناقص عقد وحكايات، لو بتغنوا الثعلب فات معكو بنتسلى بلا حدود، مش تيجي تحكي لمخطط أمريكي وإخوان ويهود. مشاهدينا الكرام، نستناكوا الشهر القادم أول عرض في بوليوود، ومتابعة غير شيقة. خاطركم.